إذا إحنا هون طلعنا قيمة زد 1 وزد 2 عند النقطة هاي اللي بمر الروت لوكس فيها وبتحقق شرط زيتا. لكن كمان قبل ما نكمل بدنا كمان نطلع نشوف قديش قيمة أوميجا إن. هلا أوميجا إن تقريبا هون أنا لأني كبرت كثير خليني أحاول أصغر شوي أعمل زوم أوت شوي عشان أقدر أشوف أقدر تقريبا قديش قيمة أوميجا إن. تقديرنا تقريبا لقيمة أوميجا إن عند النقطة هاي هلا إذا بتطلعوا هاي النقطة اللي بتقاطع فيها مع زيتا أوميجا إن راح أعتبرها تقريبا 0.3 باي على تي هي قريبة جدا لهذا الخط. إذا أوميجا إن بتساوي 0.3 باي على تي إيش تي؟ قديش قيمة تي يعني حطيناها؟ 0.2 عوض لي حد بده 0.3 باي على 0.2 هاي اللي 1.5 باي تأكد أحسن خلينا نتأكد أحسن أوميجا إن بتطلع أنا عندي هون بتطلع 4.7 راديانز بير سكند هاي ضروري عشان أقدر إذا حسبت أوميجا إن إيش بقدر أحسب؟ يعني عن كيف الخطوات اللي بمشي فيها؟ بدي أحسب أوميجا دي أوميجا دي شو بتساوي؟ أوميجا إن أوميجا إن بجذر 1 ماينس زيتا سكوير إذا حسبت أوميجا دي الرايس تايم شو بتساوي؟ باي ماينس بيتا على اوميجا بيتا لازم تكون ب الريت